التواصل المستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحانية مع انطلاقات أشواط سن الكبار، ومسافة 8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة في هذا اليوم بتحديات شعارات أصحاب سمو الشيوخ والسعادة. الشوط 11 ينطلق على البركة الخاص للأبكار الثنايا. نبدأ بالمركز الأول، نتابع مقدمة الشوط في هذه اللحظات. إبعاد من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بسالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني نقلة مباشرة إلى ثاني المراكز مع الطيارة لهجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز. نتابع الانطلاقات في هذه اللحظات من نوادر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني على ثاني المراكز يقدم نوادر، بينما المركز الرابع تليها مباشرة شعار هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا منحاف على مستوى المركز الرابع، بينما خامس المراكز أتابع مشاهدينا الأعزاء اللي تحتل المركز الخامس هنا. رزنا من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة مع قيادة هذا الشوط. نتابع أمور هذا الشوط والمركز الأول هنا من تنطلق أبعاد. أبعاد صاحبة إنجازات في هذا التحدي، تنطلق بشعارها المميز، الشعار الأدعم المدعم دائما بالسبق وبالأصايل هنا في عالم رياضة سباقات الهجنة العربية الأصيلة مع الشبل جابر بسالم بن فاران المري يقدم لنا أبعاد بشعار هجنة الشحانية. المركز الثاني نقلة مباشرة مع الطيارة من تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث نقل مباشرة مع نوادر، نوادر تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز أتابع مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة. رزنا من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا متابعينا الكرام، المركز الخامس نقلة مباشرة إلى خامس المراكز وخامس التحديات في هذه اللحظات. الجذابة، أول نداء للجذابة تصل على خامس المراكز لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بسالم بن فاران المري، من قدم لنا في الشوط الرئيسي الأول في هذا المساء مع العيد، هي من فازت بالشوط الرئيسي الأول وسجلت التوقيت المميز. نعم، هذا الشعار هجن الشحانية، وهذا هو الشبل جابر بسالم بن فاران المري يقدم لنا هذه الانطلاقات. و وهذه الانطلاقات والتحديات هنا مع انطلاقة مشاهدينا الكرام الجذابة. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة مع المركز الأول ومقدمة الشوط. أتابع أبعاد، أبعاد كنتم ولا قريبين، المراد الوصول إلى خط النهاية، المراد وصول. ركز يا شبل جابر بن سالم بن فاران المري مع ابعاد على المركز الاول، وايضا مع الجذابه على خامس المراكز، ولكن ابعاد تحتل المركز الاول. المركز الثاني نوادر، ونوادر التحدي تنطلق في ثاني المراكز لسعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، بينما المركز الثالث اتابع الطياره، والطياره تحتل المركز الثالث لهجن الشحانيه مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع نقلة مباشرة مع رزنا من تحتل المركز الرابع لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن متابعينا الكرام، كما تتابعون أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان، هذه العيدهية صاحبة الشوط الرئيسي الأول المملوكة لهجن الشحانية، وسجلت التوقيت الأفضل في هذا المساء 12 دقائق 52 ثانية.
23 جزء من الثاني تهانينا والناموس لهجنة الشحنية، والتهاني إلى الشمل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم العيد هي بالشوط الرئيسي الأول. المركز الخامس مشاهدينا الكرام، عودة إلى المركز أمور هذا الشوط مع خامس المراكز مع الجذابة. نختم النداء مع الجذابة اللي تحتل المركز الخامس لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. إذن متابعينا الكرام، هذه التحديات وهذه الانطلاقات وهذه المراكز الخمسة الأولى، والعودة مباشرة مع قيادة هذا الشوط مع المركز الأول. وتابع أبعاد أبعاد تنطلق بالمركز الأول. لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ينطلق مع أبعاد على أول المراكز. المركز الثاني نوادر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مع انطلاقة نوادر على ثاني المراكز. وثالث المراكز اسم جديد ينضم مع الكوكب الخماسية في هذا الشوط، وندوح لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبة. المري غير في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. المركز الرابع نقل مباشرة مع الطيارة ومع الكابتن، كابتن الطيارة في هذا الانطلاق المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم الطيارة على رابع المراكز بشعار هجنة الشحانية. المركز الخامس، المركز الخامس الجذابة لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. وشكرا يا برتو على هذا التواصل. نتابع المركز الأول، نتابع الصدارة مع أبعاد من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات، ويقدمها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري بشعار هجنة الشحانية الذي يتواصل دائما وأبدا بالانطلاقات بالتحديات وأيضا بالنوعيات من السبق ومن الأصائل. هنا في ميدان التحدي نتابع أبعاد على المركز الأول. المركز الثاني الدوحة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبة المري على ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع نوادر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مع انطلاقة نوادر على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع وتابع أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات وتقدم الطيارة لهجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية وخامس المراكز. وتابع الجذابة، الجذابة تحتل المركز الخامس لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة إلى المركز الأول، العودة مع أبعاد واستراحة محارب قبل أيضا الانطلاق مع الكيلو المتر الأخير. قبل الانطلاق مع الكيلو المتر الأخير نترقب انطلاقة مميزة لهذا الشعار، شعار هجنة الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يقدم أبعاد في هذا التحدي وفي هذه الانطلاقة. المركز الثاني الدوحة، الدوحة مع شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني وملحان بن راشد بن حبيبه المري. يقدم الدوحة على مستوى المركز الثاني. وثالث المراكز أجد في هذه الأثناء الجذابة لهجنة الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ينطلق مع ثالث المراكز. ورابع إلى أسماء أجد في هذه اللحظات الطيارة، الطيارة وحركت منفذات الجوية هنا بشعار هجنة الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس يا سلام وصلت سهم وانطلقت كالسهم على خامس المراكز لأول ندى تصل على خامس المراكز لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. إذا المتابعين الكرام، كيلو ونصف الكيلو أمامنا عن خط النهاية وعن خط الفوز والناموس وعن خط الفيصل، عن خط
الانتصارات والتحديات، وتابع المقدمة وتابع 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 الصدارة. شعار هجنة الشحاني ينطلق مع المركز الأول مع هذا التقدم، ولكن الدوحة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبة المري على أول المراكز، ينطلق مع الدوحة على الصدارة، الدوحة على المركز الأول مع هذا الأداء المميز، مع هذا أيضا العرض الممتاز مع المركز الأول الدوحة. المركز الثاني أتابع الطيارة، الطيارة وطارت الطيارة على ثاني مركز مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير عن خط النهاية، الطيارة على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث أتابع مشاهدين الكرام من الجانب الآخر اللي انطلقت في هذه اللحظة، يا السلام يا السلام، أبعاد أبعاد عادت مرة أخرى لتعلن هذا التحدي لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن الدوحة 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 لم تسلم المهمة في هذا الشوط مع شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبه المري، يتابع الدوحة على الصدارة، ولكن 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 الجذابة 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 على ثاني المراكز، الجذابة تنطلق وتعلن الخطورة، ولكن الدوحة الدوحة مع الأمتار الأخيرة، الدوحة والجذابة، الجذابة والدوحة والمنصة الرئيسية، المنصة الرئيسية والحزام الأخضر. ومتابعين الكرام، ينتظر الفائز، ينتظر المتوج به ناموس هذا الشوط، ولكن الدوحة الدوحة انطلقت مع المركز الأول. يا سلام 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 لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، والتهاني إلى ملحان بن راشد بن حبيبه المري على فوز الدوحة، وسلام يا بن ملحان على فوز هذا مع الفوز الدوحة مع المركز الأول، وسلام للدوحة على هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبه المري المركز الثاني. وصلت الجذابة لهجن الشحانية المركز الثالث، كان الوصول من سهم من هجن الشحانية المركز الرابع نوادر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. المركز الخامس كان الوصول من الطيارة لهجن الشحانية. إذا المتابعين الكرام، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، والتهاني إلى المضمر ملحان بن راشد بن حبيبه المري، من قدم الدوحة في هذا الشوط خير تقديم، وهذه الدوحة تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. والتوقيت الزمن 13 دقيقة 5 ثواني 1 جزء 1 من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه الجذابة الهجنة الشحانية، والتوقيت الجذابة محتلة المركز الثاني 13.7 ثواني 55 جزء من الثاني. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث كان الوصول مع سهم لهجن الشحانية، والتهاني إلى المضمر الذهبي سالم بن فران المري. والتوقيت الزمن 13 دقيقة 9 ثواني 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.